السلام عليكم. والله يسعد مساكم كل خير، شلونكم؟ طيبين يا جماعة الخير؟ صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم، كيف الحال؟ شلونكم؟ طيبين؟ يا مرحبا، يا هلا بالشباب، يا هلا بالغالين. شلون صيام معاك؟ ممتاز. الامور طيبة؟ انت شلون صيام معاك؟ لا الحمد لله. لسانك شوف مفتر. لا مفطر الحين. كيف الحال؟ يا هلا ابو خالد، يا هلا بالشيخ، يا مال العز، واحلى فيمت، واحلى شربيت. ها يا سلام، اوه يا سلام، يا سلام يا سلام. يا علو دايم زين ان شاء الله، والله يجعل صيام مقبول. والحمد لله، الحمد لله براد، عاد خصوصا عندنا احنا بحايل، الاجواء بارده والامور طيبه، اللهم لك الحمد. كيف الصيام معاك يا مزيكا؟ صيام لا يعلى عليه، قسم بالله ودك الشهر يقعد كذا. يا سلام، الاجواء حلوه و ما من جوع ما من عطش. الحمد لله. من متى صاحبه؟ صاحب تقريبا من العصر. ما شاء الله، هي بعذرك ما حسيت. يا هلا والله صي، من متى صاحي يا صي؟ والله نوم متقطع، انا دوام دوام. الله يعينك، يعني اروح اداوم بعدين ارجع انام، فهمت؟ الله يوفقك. اللهم الله يعينكم انتم المداومين، وتراكم على اجر ان شاء الله يا رب، على اجر ان شاء الله. ان شاء الله. هلا ابو خالد، يا هلا وغلا. ترى يا جماعه الخير، ابو خالد خذ المقداع، قال عشان لا اجي تصور الحين يشوفونها شكله كويس. طلع اللي قبله شوي عادي، ضبط المقداع، قال عشان لا جيت تصور يطلع شيء. يا حبيبي والله يا ابو خالد عاش. وشو تبي، قهوه ولا شاي؟ هذه قهوه شاي، هذا شاي وهذا قهوه. انا ابي قهوه اللي هنا احنا يا ابن الحلال، هذه قهوه قبل رمضان، هذه قهوه رمضان. ها هذه وبعد ثالث شوف بارده بالحين. يا سلام يا سلام. لا 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 لا، اقعد اقعد يا ضايع، اقعد اقعد. نبي قهوتنا هذه يا صي. سب لا بعد مقلل. ما تبي كيفك؟ كيفك ها؟ متابع مباراه يا حبيبي، الله يوفقكم. كم النتيجه؟ مش تابع بتقوقي. كم النتيجه؟ اخر من يتكلم انت. كم النتيجة؟ النتيجة بتقريب، بس نبي نسوي. دب 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 دب. يلا. وش هذا؟ لا يا بعد حي والله أبو خالد. يا بعد روح. يا مال العز. ما شاء الله. فنجان إيش هذا؟ هذا فنجان أول رمضان. يا سلام. يا سلام. يا هلا. أنت مو الكورة، مو بس الكورة معك، ولا الحكم معك. انت ربط معك، انت صلي النصر، نعم النصر. ابو خالد ما تعرف له مرتين معك مرات ضد صعبه قويه. وش يصيل؟ اقول والله مباراه ممتعه صراحه، مباراه ممتعه، الله حماس وناسه. انت راضي عن النصر اليوم؟ اي أيوة والله راضي. كم النتيجه الحين؟ 3-3. اشواط اضافيه الحين، الحين اشواط اضافيه، اشواط اضافيه، ونشوف من يفوز. لازم واحد يفوز بالمباراه هذه. يا سلام، لازم 3 الان للنصر، 3 للعين الاماراتي. ايوه، واشواط اضافيه، اشواط اضافيه. طيب اذا تعادلوا؟ ما في تعادل، في بلنتيات، واحد منهم راح يطلع من الملعب فايز. ايوه، ما في. اسمع الجائزه. وش جائزته؟ انفاز النصر. ايوه انفاز النصر. ايوه لك 200 ريال. 200 ريال من عم مزيكا. والله نعم، والله كذا. طلعت تقول والطول يا عم مزيكا، تقول والطول يا عم مزيكا. راح يفوز النصر باذن الله، انا واثق. انفاز النصر. ايه لك 200 باذن الله، لك 200 من عم مزيكا، ولك 200 ريال من ابو خالد. وكافو ما قلت، كافو كافو ابو خالد ما قلت. لا تصدق ابو خالد، تقول الطول يا ابو خالد. افا نعم، يعني تحلموا الفرحه برمضان. لا والله يا ابو خالد. لا والله يستاهل، تستاهل الطيب. 400 ريال انفاز النصر اليوم. يا رب فوزنا، يا رب يا رب. يا اصيل ها؟ ايوه لا لا ايوه ايوه. ابد اللي تقوله له، اللي يقوله، اللي تقوله يا من وقفة عيال. يا جماعة الخير واضح ان المباراة حماس، اخر الوقت واشواط اضافية وبلنتي. ابو خالد اعصابه المباراة. اي أيوة والله كانت عصابي. الله يهديك يا صيل، يا صيل الله يهديك. يا رب يا رب. طلع الحين بلنتي يا جماعه 200 هاجه 200. اي والله اننا الفاز، والله انهم يستاهلوا. لا لا، اذا جاب الهدف تعادل، تخيل في بلنتيات. يا دافع البلا والجهه. ما ضيع، ما ضيع، ما ضيع، ما ضيع.
الان قال ريمونتادا 4-4 يا جماعة الخير. هاخذ لك والله يا اصيل والله معوض معوض عوافي عوافي. الكرة هي كذا فوز وخسارة ما علي يا ابن حلال. يعني لا 200 ولا كاس. لا 200 ولا كاس. ما علي يا ابن حلال. ما علي يا ابن حلال. امك طيبة. والله حظي انا ماشي. حظ النصر مع حظ كريستيانو اليوم ماشي. يقول حظي ولا مرة؟ يذوقني الفوز. الله. دائم يذوقني غبينه مرة. مرة. مغاسل المسجد 30 بزبوز واروح للخربان في كل مرة. البارح يا جماعة تخيط وحنا متفقين نفطر باستراحة. اي والله وعيال جاهزين ولا امور طيبة. وانا جايب الشوربة اليوم. اليوم جبت الشوربة. وينكم؟ ابفهم. اي طلع يلا. وشو؟ يلا واعترف. متى كم الساعة جبت الشوربة؟ كم الساعة جبت الشوربة؟ المغرب وانا جايب. المغرب؟ اي المغرب. المغرب يا ابو خالد. تذبن؟ لا تذبن. قبل محشوم. محشوم يا ابو خالد محشوم. اي ابو خالد جاي قبل صلاة العشاء بدقيقة. انت ما جيت. ما جيت. ما جاء وانت؟ ها تغديت وبيت. تغديت؟ ابا ابا بقول اني افطرت صدقيني صدقيني وش لا افطرت صايم الشاهد يا جماعه الخير ان احنا قلنا نبي نفطر باستراحه طبعا هذا كانت اتفاقات احنا اتفقنا على امور واجد ترى باستراحه بس ما صار منا شيء اليوم يا جماعه الخير ولا واحد جاء استراحه ما افطرت كلنا افطرنا وشو؟ قال مو كلها انا ما افطرت انت ما افطرت الحين انتظرك بالله عليك الى الحين انا قاعد انتظرك قل والله العظيم لا والله اكيد يا جماعه الخير الحمد لله ما حد افطر بصراحة واضح ان كلنا سحبنا واضح ان بنستمر كلنا سحبنا ايش رايك كم بكره نفطر باستراحه سوا انا بجي تجي انت ايه ان شاء الله كفو ما ابغى ما انت مكاد انت تتفقون ولا تجون لا مني انك صعد اي والله انا بجي وعمو زيك بيجي تجي ما اعطيك وعد اني اجي ابو خالد ما في وعد الله يا عيال الصراحه ولا افطر سوا ما بعرف ايه بس صراحه هنا لما حلوه ايوه واذا ما جيتوا اذا ما جينا شكوى لله ايه لا لا نجي نجي ان شاء الله 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 نجي ان شاء الله ريمونتادا اخاف زي ريمونتادا الجامع عز الله النبه شقوا الكلام اكثر كذبه مشت عليك وانت صغير اكتبوا لي بالكومنت وانا بس العيال ابو خالد يا هلا وش اكثر كذبه مشت عليك وانت صغير اكثر كذبه قال فلوس وصح دنيا وانت صي كانوا يقولوا لي انت ما انت ولدنا افا وانت مزيكا رحت جيب نعولك ما شاء الله وش اللي معك هذا ها وش اللي معك لعبه اللي بباريني بيخسر بفوز عليك يا علي حبيبي انت شلون هذه لعبة رح بارو ابو خالد روح شلون بس هي ها شلون هي شلون بلا طريقة هذا الطريق كذا طق طق واللي يسدد بالمرمى بسيط يلا يلا الله يشفيك قولوا فعاليات العيال يا عيال اللي ما يجيبوا له كوره يا عيال له 500 ريال 500 ريال 500 ريال الان 1 2 3 اصبر اصبر عندي برا ابو خالد برا برا وش راحت عليك ليه انا اقول لي ما يجيبوا له كوره راحت عليك جبتها انت جبتها فلوسه انا قلت اللي ما يجيب يا خالد مجهد روحي انا المفروض ما تجيب ما سمعناه ما سمعناه سمعت ذنبك لا سمعته ولا راحت عليك السحور على من اليوم وقفوا عيال دقيقه ما تسم فر ابو خالد
اللي بيطلع عليه السحور اليوم يجيبوا لنا. يلا بسم الله. شي شوي. يا سلام يا سلام. من اللي بيجيب لنا السحور اليوم؟ بسم الله. الله يستر. يا رب يا رب انت ربي. ابو خالد ابو خالد ابو خالد ابو خالد ابو خالد. ايوه يا ابو خالد. ايوه يا ابو خالد. ايوه يا كثير الخير والله يا ابو خالد. صفاتكم انتم في اللعبه هذه انا احس انها ما هي عاجبه. طفا انت اللي لاف ابو خالد. لا لفيت انا. طيب يمكنكم ايه باشت سهيل. شو لو جاء باتر بعد عليه؟ ايوه لو جاء باتر عليه. شو؟ بلده والله. 30 يوم رمضان عليك. اي كذا انت عضك. ما نلعبك يوم على واحد بدون لعب. يا ليه؟ عليكم السلام. ما تجي الا وقت الاكل. سحاب تقل بس. عشان ملكني ومن جاء. يا هلا هلا والله. تعال تعال تسحب تعال. تعال على حساب ابو خالد. اي والله يا ملا العز الله يا ابو خالد. يصير له زين واذا جابه لك الجائزه اللي تبي. ايوه يا اللي تبي اطلب اللي تبي واشتري. يقول دوله عربيه من 5 حروف لو حذفت اخر حرفين اصبح اسم مشروب. اصبح اسم مشروب. ايوه بسرعه. البحرين. غلط. الكويت. غلط. تونس. 4 حروف. المغرب. فكر انت باك تجاوب على طول اصيل. اي والله فكر فكر. فرنسا. قلت لك عربي. اصيل خلاص خلاص مالك. لا 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 واحده واحده واحده. يلا اصيل فكر فكر اصيل تجيبه. تربة. ما قلت لك انا غبي خلاص يا رجال. تربة ديره ميدول. وكانت البهائم الغنم والابل ترعب بالوديان مع الوحوش والاسود. ما يخافون عليها ان الوحوش انها تتعرض. الوحوش اللي شو هو؟ انه مثل الذئب مثل الضواري اللي لها انياب وتقتل. ايه سبحان الله. فكان يرعن الغنم والبهائم هذه الابل بالوديان ولا يخافون عليهم من الوحوش. سبحان الله مرت الايام واحد الرعاة جاب الوادي وشاف غنم له ماكوله. فقال ان الله وانا راجعوا والله ان شكله مات الخليفه لانه ما عهدوا ان هذا الذئاب تعدي على الغنم. شيء جديد عليها. اي استغرب. لما سالوا سبحان الله لقوا بنفس الليله مات الخليفه عمر بن عبد العزيز. سبحان الله هذا من عدله. ومن عدله سبحان الله كان انه يتركون انه ما في احد يتصدقون عليه يتركون في قمم الجبال القمح عشان وش يقولون ما تموت طيور المسلمين من الجوع. الله رحم الله عمر بن عبد العزيز. اسلم خالد اللغز. تسلم. يقول انشدك عن 10 خوات ما ابو مثلهم بالبنات. هل. فيهن عروس بالجمال تسوى الوف مؤلفات. يا سلام. النجوم. لا الذهب. ولا الذهب. طيب الاصابع. غلط. الكواكب. ولا الكواكب. هاي لا ما له دخل. العشرات المئات الالوف العشرات. لا ما له دخل. بيضياتي. ما له دخل. 10 صلوات. نعم تجي. نعم. ها. والله ما اللي جاوب طوال الحين 1000 ريال. ها. أو ابن بوي. ساعة. اللمبات. لا. قهوة شاي العصيرات. لا. عشرة. لا. إشارة. لا. أربعة. 10 ساعات. خلاص هاي بس. 10 ساعات النهار. لا غلط. وما ادري والله. اي الرضا. ها الرضا. غلط. اتحدى عيالي يسوون هذه الحركه. ايش هي كذا صعبه؟ غلط. وش غلط؟ ها يا هذا صعبه اصابعك ولا نعاقب نعاقب عيال. غلط فيصل. ها سويت ضريح اول سنه معك. والله انا كذا جو شو سويت. ها ضري كذا. ها يا سلام. شوف اللي سواه قل ان انت تحكم ضري سهل. لا لا عكس عكس. لا لا عمو الزيكا سم. ما تسم نبي غسالة اليوم. مرة من المرات كان الحسين جالس مع اصحابه وجوه 3 أشخاص عندهم مشاكل، ف
فقال الأول له: السماء لم تمطر منذ مدة. فقال: أكثر من الاستغفار. وقال الثاني: أنا عقيم ما عندي أولاد. فقال: أكثر من الاستغفار. ثم قال له الثالث: الأرض لم تنبت والبهائم نخاف أنها تموت. فقال: أكثر من الاستغفار. قالوا له اللي حوله: جوك هذول الثلاثة بثلاث مشاكل، أعطيتهم حلها بإجابة واحدة؟ قال: ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فرسالة اليوم: أكثر من الاستغفار.